السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا. اليوم حلقة ديال 5 في شهر 7، عندنا العديد من الأمور غنتكلموا عليها، ومن بينها الأمر المهم واللي أنا صراحة بغي نتكلم عليه هو الشباب المغاربة اللي كيضيع الأرواح ديالهم في الوديان، في البحيرات وفي البحر هنا في إيطاليا، كيمشيو يعوموا وكيغرقوا. كنتكلموا يا إخوان غير على الأسابيع اللي دازت هذه، ماتوا فيها 4 الشباب، اللي 3 فيهم عندهم 20 سنة، شخص عنده 19 سنة وشاب آخر عنده 19 سنة راه دابا في الإنعاش. واتصل بي واحد الأخ هو اللي كان سبب باش ندير هاد الحلقة، حيت أنا إلا الناس كتعقل على الموقع بلادي بالا اللي كان من 2012 حتى 2018 كنت كنسيرو أنايا، هذاك الموقع يا إخوان كنت عاقل أن كل فصل صيف كانوا كيتوفاو لينا ما بين 10 حتى 15 20 شاب مغربي في كيموتو في الأنهار الإيطالية، واخيب نهر عاقل عليه انا ما يتنساش لي داك النهر الفيومي ادا، كاين في الشمال جهه ميلانو لومبارديا وداك الشيء، هذاك الواد كون كان يتكلم كون قال لكم شحال ديال الارواح ديال الشباب المغاربه دا كيف ما كيدي المياه ديالو. في هذا الفيديو يا اخوان غنعاود لكم القصه ديال هاد 4 الشباب اللي ماتوا واللي توفوا. اول حاجه كنبغي نتقدم بالتعازي الحاره للعائلات ديال هاد الشباب، الله يرحمهم والله يجعل المثوى ديالهم جنة هاد الدراري كاملين، من الاخ زكريا الاخ نبيل والاخ هشام، يعني كلهم شباب اللي صراحه والله تشوفهم يا الاخوان الا كيبقى فيكم الحال داك الشيء، اخبار كتقطع في القلب. لذلك هاد الحلقه انا بغيتها تكون منها العبره باش الناس اللي عندها اولادها والدراري اللي شباب يستافدوا من هاد الفيديو يا اخوان. كذلك يا اخوان غنتكلموا على 19 بؤره التي تخيف ايطاليا، وغنتكلموا كذلك على الانطلاق ديال 815 شخص من المغرب في اتجاه ايطاليا هذا الصباح، وغادي نمشيو نشوفوا هي الاولى في تويتر القنصليه واللامباشاد، يعني نقولوا احنا السفاره ديال ايطاليا في المغرب راه نشرت الخبر 812 ماشي 815 اعتذر. لذلك يا اخوان 812 شخص راه من يوم داروا الديبار في الديبار ديال واحد الباطو كما كتشوفوا معايا، او هذه هي الباطو رقم 6 اللي دار. الباطوات اللي جايين غيكونوا نهار 13 ونهار 21 في شهر 7. باش تركبوا يا اخوان في هذه الباطوات راه كما كتشوفوا فيه في الموقع ديال السفاره الايطاليه في المغرب راه كان منشور هاد الرابط اللي كنت كنوريكم عليه، كتدخلوا كتعمروا واحد المودولو وهذاك الشيء باش كيعيطوا لكم. دابا هذاك المودولو تمحى وما بقاش باستطاعتنا اننا نعمروه، لذلك النصيحه ديالي هو انكم تهبطوا لتحت في الموقع، تهبطوا وتعيطوا لهذا الرقم ديال جراند نافي فيلوشي وغتقولوا لهم برونتو بوناسيرا وداك الشيء، بغيت نقطع في هذاك التراغيتي سبيشالي دال ماروكو الى ايطاليا كومي بو السفاري اش نقدر ندير. وهذيك الساعه هما غيقولوا لكم اش تقدروا ديروا. نصيحه ديالي ليكم ما تشريوش البي قبل ما تعيطوا لهاد النمره، حيت بزاف الناس شراو البي ديريكتومون مشاو لطنجه قالوا لي لا سمحوا لينا ما تقدروش تركبوا في الباطو، لذلك حذاري. فيما يخص اخوان الحدود المغربيه راه ما كاين حتى شي جديد، الجديد الوحيد اللي كاين ولكن كما قلت لكم انايا راه كلشي كيتسنى في التاريخ ديال 10 في شهر 7. كما كتعرفوا كاينه الصحفيه اللي مشهوره بزاف بشرى الضو لاحت هاد البوست في انستغرام، الحدود ستفتح قريبا مع عدد مهم من الدول لكن بشروط جد مشدده سأوافيكم بها. هاد الشيء تلاحتوا البارح، اشنو هو المعنى ديالو واش عندها شي اخبار؟ هي عندها علاقات في الحكومه وداك الشيء يا اخوان، ولكن حتى شي حاجه ما واضحه. كذلك هذا الموقع، ولكن هذا الموقع كيف ما كتشوفوا معايا راه كيطلب انك دير لابونامينتو باش تبقى تدخل تقرا، يعني خاصك تخلص باش تقرا لي زارتيكل ديالو. كتب المغرب يستعد لفتح مجاله الجوي بشروط ابتداء من 11 يوليو. لذلك يا اخوان شي حاجه رسميه راه نعاود نسطر عليها راه ما كاينش، وحنا خاصنا نثيقوا عارف الرسمي. هذا الشيء اللي دوزتو لكم غير حيت بزاف الناس كتسول، كنبغي نحطكم امام الامر الواقع، يعني شي حاجه رسميه ما كايناش. كنتسناو نهار 10 في شهر 7 ونشوفوا الحكومه اش غادي دير. حاجه اخرى اللي مهمه بزاف نسيت ما كنت قلتها لكم، بالله راهم داروا اليوم راه 812 شخص اللي جابوا، كذلك العدد الاجمالي ديال المغاربه اللي رجعوهم اللي عندهم كيف ما كتشوفوا هنايا بي اس دي يعني بيرميسو دي سوجورنو، وايطاليين اللي عندهم جنسيه ومغاربه اللي عندهم جنسيه، راه العدد ديالهم 8500 شخص، هذو اللي رجعوا، راه باقي الناس اخرين عالقين. لذلك يا اخوان نمشيو نشوفوا الاخبار ديال الشباب اللي ماتوا، وصراحه كنبغيو نترحموا عليهم جميعا، الله يرحمهم والله يجعل المثوى ديالهم الجنه، وكنبغي من جديد نعزي العائلات ديالهم، الله يصبركم والله يجعل محبتهم صبر ان شاء الله. ونبداو بالقصه الاولى. القصة اللي غتشوفوا معايا الأولى يا إخوان وكما كتشوفوا في الفيديو هنايا، هاد الشاب الله يرحمه الله يوسع عليه والله يصبر عائلته، كنبقاو ندعوهم على العائلات ديالهم الله يصبرهم الله يصبرهم. كما كتشوفوا معايا يعني شاب بمقتضب العمر، والله إلا ما تتسخاش بهاد الشباب بحال ما هكايا ما أكيد راك خاطرك ملي كتشوف التصاور ديالهم والأسماء ديالهم. يعني كنتكلموا على شاب اللي سميتو هشام 20 سنة يا إخوان 20 سنة، مشى هو وصحابه يعوموا في الواد. داك النهار يا اخوان باش تعرفوا المكاتب ويعني
كل شيء مصير من عند الله، راه ما كانش خاصو اصلا يكون مع صحابو، كان خاصو يكون في الخدمه. عيط ليه الباترون ديالو قال ليه اليوم راه محتاجينكش في الخدمه، يعني خدمه قليله ولا شي حاجه هكايا. عيط لصحابو ومشى معاهم للواد. من بعد الارتيكل اخر، هذا ارتيكلات بزاف قايسو مضاف ليكو دي بيرغامو، كيفاش استغرق كيقول لك صحابو حنا شفناه، يعني صحابو كانوا معاه ماشي مغاربه، ربما الشاب اللي ذكرت الجنسيه ديالو تايلاندي، قال لي حنا كنا معاه وشفناه يعني في واحد الحاله اللي صعيبه، ومشينا بغينا نعتقوه، ولكن الطريقه فاش وصلنا ليه كان معصب بزاف وطوبو جيتار، يعني تقدروا تخيلوا واحد ما قادرش يعوم وداك الشيء غادي يتخلع وداك الشيء. قال لي حنا كنا شادين فيه وريسكينا حنا نغرقوا معاه، علاش؟ حيت كان كيهبطنا للفندق. في الاخر اضطرينا اننا نعصقوا على الاقر الوسطى وطلقنا منه ومشينا خرجنا، وما قدروش انهم يكملوا حتى دخل واحد الدري اخر اللي عاونهم باش يخرجوا. يعني هذا الشيء باش تخيلوا يا اخوان، العمام في الويدان راه ما ساهلش. كذلك القصه ديال الشاب اخر اللي غتشوفوا معايا هنايا، هو هذا الشاب اللي من جينوفا من نوفي ليغوري، شاب اللي كان مشى يعوم هو والاصدقاء ديالو في البحر. البحر ديك النهار كان هائج بزاف، دخلوا يعوموا، الامواج كانت كثيره وجرهم البحر لداخل. لحسن الحظ ربما كان واحد الميطناجر صغير كان عنده 18 سنه اللي ما كانش خدام، كان غير دايز من تمايا، شافهم دخل اعتق دري واحد فيهم وخرجوا، واحد اخر قدر يعتق راسه. وهذا الشاب اللي سميتو زكريا اللي عنده 20 سنه حتى هويا، ما بقاش بان ليه اثار يا اخوان، يعني ما بقاش بان ليه اثار، وحاولوا انهم يبقاو يقلبوا عليه الغد ليه، عاد تلقاوه الفيديو اللي ديال فوق واحد دخلوا بداو يقلبوا عليه داك الفرق ديال الغواصين اللي كيهبطوا تحت الماء، ولقاوه في قاع البحر. الغد ليه يعني كنترحموا عليه، الله يرحمه والله يصبر عائلته يا اخوان. لذلك كذلك الخبر اخر يا اخوان، هو هذا الشاب اللي صراحه راكت نشرت الخبر ديالو حتى في ربضه ماروكيني، اللي هو يا نبيل رزو، اللي كنترحموا عليه حتى هو الله يرحمه الله يصبر العائلات ديالو، اللي يعني حتى هو شاف المختبر العمري، يعني كتشوف الاسماء ديالو وكتشوف الصور ديالهم، وحق والله الا كيقطعوا في القلب هذه الاخبار. يعني 20 سنه، وهذا الاخ يا اخوان راه كان معاه حتى ولد عمه ولا ولد خالته ولا شي حاجه بحال الموكب الايطالي كاتب الكوجينو، اللي هو تكلم مع الكوريا ديال السيره وقال لي واش وقع، على حسب ما قال الكوجينو ديالو بالله راه كانوا مجموعين في البحر، الدراري صحابو شافوا واحد الواحد فيهم يعني ما كانش قدر يبقى هاز راسه في البحر، يعني بدا كيفون ديك يهبط، مشاو يعاونوه، الوقايش اللي مشاو يعاونوه ما بقاش كيبان ليهم الاخ نبيل. يعني تقدروا تخيلوا معايا الحاجه شحال صعيبه، مشاو عيطوا للسكورسي، دخلوا بداو كيقلبوا عليه، لقاوه من بعد 6 دقائق خرجوا للبحر، الحاله ديالو بدات كتبان بالله راها يعني قدرات، يعني بحال راه رجع اوكي مزيان ريبريزو، ولكن داو السبيطار من تما دخل رانيماسيون الانعاش وبقى فيه 5 ايام حتى الدم والامانه امانته، الله يرحمه والله يصبر العائله ديالو يا اخوان. كذلك القصه اللي محزنه جدا، وهي القصه ديال 3 شبان مغاربه اللي خدام في الفلاحه، يعني كيجنيو الفاكهه في مدينه ديال ترينتو في الشمال، ومشاو يعوموا في واحد البحيره هما 3 الخوت، واحد فيهم اللي يعني ربما قالك على حساب داك الشيء اللي كاتب مقال صحفي ديجيستيون، يعني في الهضم ولا شي حاجه، الواحد ملي كياكل شي حاجه ما خصوش يدخل يعوم، يعني ربما هذاك المشكل هو اللي كان سببه باش هبط تحت الماء. الاخوان ديالو حاولوا يقلبوا عليه ما لقاوش، عاود عيطوا للسكورسي جا بداو كيقلبوا عليه، لقاوه من بعد 20 دقيقه وهو تحت الماء. للاسف خرجوه، داروا لي واحد مساج كاردييك، يعني داروا لي واحد مساج على مستوى القلب، السيد رجع بدا كيتنفس، ولكن يعني من داو السبيطار وداك الشيء الدم والامانه امانته. واللي كان سبب في هذا الفيديو وفي هذه الحلقه هو الشاب اللي كان اتصل بيك في انستغرام، وكيف ما كتشوفوا الخبر هنا في ريتشوني في ريميني، قال كريسكا ديال ميغاري ادي شانوفيان، يعني كما كتشوفوا معايا الشباب كلهم اللي شفناهم راه عندهم 20 20 20 19، وهذا حتى هو 19 عام. قال لي الدري بداو كيديروا في هذاك التحديات اللي هي تحديات ما عندها حتى شي معنى، قال لي شكون غادي يوصل لداخل، قال لك انا ما بغيتش نشارك معاه، قال لك من بعد نص ساعه هذا الشيء كيعاود الدري كيبانوا لينا بلا راه السكورس مخرج الدراري وكيديروا لهم داك الماساج كاردياكو. السيد اللي خرجوا من البحر دابا راه في ريانيماسيوني، يعني في الانعاش. نتمنوا ان العائله ديالو تسمع اخبار بخير، ونتمنوا انه يعاود يفيق السيد ويولي مزيان. ولكن الرساله ديالي اخواني واخواتي، نحاولوا اننا ولادنا ولا نتوما الشباب اللي كتفرجوا في هذا الفيديو ما نريسكيوش بالعمر ديالنا، العمر ديالنا راه امانه وماشي شي حاجه اللي رخيصه نمشيو، يعني
نبداو نستفزوا بعضياتنا. لا انا كنعرف نعوم، انا غندخل نقيس ديك البلاصه، انا غنقطع الواد ونرجع. لا يا اخوان، لا ماشي هكا كيكون التنافس. التنافس يكون في قرايه، شكون غيجيب النقطه احسن من الاخر. التنافس يقدر يكون في العمل، تنافسوا في شي حاجه هكا. ما ديك التنافسات، شكون غيدخل البحر، شكون غيضرب 240 بالطوموبيل ديالو بالسرعه، شكون غيدير ولا الموتور، شكون غيضرب 150 160 بالسرعه ديال الموتور. هذاك الشيء اخوان راه لا فائده منه. هاد التحديات يا اخوان راه غير خطا صغير، راه غير خطا صغير، غير سرعه مفرطه توقع غير شي حاجه في الطوموبيل ولا في الموتور، تبيس لك الرويد ولا شي حاجه، في لحظه كديموا الامانه امانته، في لحظه كتخلص الخطا ديالك بالعمر ديالك. واش العمر ديالك رخيص حتى للدرجه انك تلعب به تقمر به؟ لا اظن ذلك يا اخوان. لذلك يا اخوان نتجنبوا اننا نديروا هاد التحديات، ولكن يا اخوان حذاري حذاري ثم حذاري. الله يجازيكم بالف خير. فيما يخص يا اخوان البؤر اللي تخيف ايطاليا، راه كما قلت لكم راهم 19، ولكن ما كنتكلموش على لي بؤر كيف ما كتشوفوا معايا. راه كاين اللي في 4 يوليوز، 2 يوليوز، 4 يوليوز، 4 يوليوز، 26 في شهر 6، 1 في شهر 7، 2 في شهر 7، يعني جديده وشويه. يعني كنتكلم على الاسبوعين اللي دازوا. راه كما كتشوفوا معايا الخريطه راه ما كاينش شي بلاصه، كاين اللي فيها مثلا شويه 5 الاشخاص، كاين اللي 6، كاين اللي 8، كاين اللي 11، كاين اللي 52، كاين اللي 117 بحال هذيك اللي كانت في بارتولويني. كذلك كاين في روما اللي 120 و5 الوفيات. كذلك يعني بزاف 73 في موندراغوني البلاصه اللي كانوا فيها البلغاريين. بزاف الحالات يا اخوان اللي هي ربما على داك الشيء اللي تيقولوا ابتداء من شهر 10 9 تقريبا غيكثروا البؤر. والعمل اللي خاص ايطاليا دير هو انها تحضي معاهم ودير زوني روسي. اسبانيا راه دارت جوج مدن زوني روسا، واحد المدينه راه فيها 70,000 شخص اللي دارتها كلها زوني روسا. علاش؟ حيت كيبداو يتشكلوا بؤر، وهذا هو التحدي الكبير اللي غيكون على الدول ديال العالم كامل يا اخوان. فيما يخص الحاله الوبائيه اليوم في ايطاليا اخوان، كيف ما كتشوفوا وكيف ما كتلاحظوا معايا، العدد ديال التحاليل راه نقص بزاف مقارنه بالامس. وغادي نمشيو نشوفوا شحال العدد ديال التحاليل. كنسجلوا 192 حاله في المجمل يعني في اخر 24 ساعه، والعدد الاجمالي راه 241611، واحد الرقم اللي اليوم خايف في ايطاليا وغادي نقول لكم اين هو. كذلك عندنا 164 شخص اللي تشافوا في اخر 24 ساعه، وهذا من اضعف الارقام اللي تسجلوا مؤخرا. كذلك العدد الاجمالي هو 192108 اشخاص اللي تشافوا والحمد لله. العدد ديال الوفيات كيف ما كتشوفوا معايا راهم 7 الوفيات الحمد لله وشكرا لله، يعني الرقم كينزل بزاف. العدد الاجمالي كيفوت 34861. العدد ديال الناس اللي حاليا مصابين وحاملين الفيروس حاليا في ايطاليا 14642. ولاول مره منذ 12 في شهر 5 ايطاليا هذا الرقم كيولي عنده زائد، يعني عمرنا سجلنا زائد هنا من 12 في شهر 5. يعني العدد ديال الناس اللي كتاخذ العلاج وداك الشيء ما نقصوش اليوم، تزادوا بالعكس. ملفن ديما كينقصوا كينقصوا، كنا 80,000 وغدا كنقص حتى وصلنا 14,000. اليوم لاول مره من بعد شهرين كيتزادوا 21، ماشي مشكل، ولكن كيبقى واحد الرقم اللي هو عنده دلاله ديالو. فهمتوا يا اخوان؟ يعني شهرين وانت غادي كتنقص كتنقص، كتجي واحد النهار كتزاد، راه غادي تحتاطم هذاك الرقم وغتقول زادوا، غادي تاخذوا بعين الاعتبار. فيما يخص العدد ديال التحاليل يا اخوان، كما كتشوفوا معايا البارح درنا 51,000، اليوم للاسف درنا غير 37,000. وهذا راه تعودنا على انه كل يوم احد واثنين ربما كيكونوا العمليات ديال التحاليل قليله بزاف. فيما يخص الحالات اللي تسجلات في المغرب يا اخوان، كنسجلوا اليوم قرابه 400 حاله في اخر 24 ساعه، كنتكلموا على 393. والحاله اللي ما كنتش قلت لكم البارح هو انه ما بين البارح واليوم لوزين ديال السمك اللي كاين سميتو فابريكا اللي كاين في اسفي راه كيفوت ال 500 حاله في يومين. 500 حاله. وكاين لاعب كره القدم اللي هو حمد الله اللي ولد اسفي نشر في واحد في الانستغرام واحد القصه واحد الستوري ديالو، وكيتكلم على المعاناه ديال النساء اللي تتخدم في ذوك الشركات، حيت ذوك الشركات كلهم ومعظم ديالهم نساء اللي تيخدموا كيدخلوا مع الظلمه وكيخرجوا مع الظلمه، كيخدموا 16 ساعه يا اخوان، وكتقيد ليهم غير 8 السوايع في الريغوله، كيمشيو 50 وحده في الكاميو. هذاك الكاميو راكم عارفين يا اخوان، ما كتعاملوا بحال كانهم قطيع غنم ولا شي حاجه بحال ما هكاك. للاسف ما كاينش الاحترام، وخاص الدوله دير الواجب ديالها يا اخوان، حيت هاد الشركات اللي كنهضروا عليها في اسفي راه فما كتحل شي سكاطوله ديال الطون هنايا، راه كيف ما كان النوع ديال ليدل ديال روسبين ديال السلونكا، الشركات ريو اللي كتخلصها 3 اورو و50 سكاطوله ديال الطون كتفتحها كتلقى فيها صنعه في المغرب ومجربه انا شحال من خطره وردوا ليها البال. يعني حنايا كنصدروا للعالم كلشي في هذوك لوزينات، على الاقل هذوك العيالات اللي تيخدموا في هذوك الشركات يدير لهم حق،
ربما هذا ماشي موضوع الحلقه، ولكن يا اخوان راه الواحد تينفعل مني كيبدا يسمع في هذوك القصص ديال العائلات والمعاناه ديالهم. مع الاقل شويه الكرامه، غير شويه رائحه الكرامه، ما كنهضرش على انهم تعطيهم سالير كبير ولا شي حاجه. راه الاغلبيه فيهم ما كتيريش حتى 300 اورو في الشهر. لذلك يا اخوان العدد ديال الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم اليوم راه 16738. نسيت ما قلتش لكم بلا راه فتنا 14000 حاله، كنتكلموا على 14000 حاله و215. العدد الاجمالي ديال الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم دابا راه وصلنا لمليون لاروب، كنتكلموا على 751365 شخص. فيما يخص الناس اللي تشافوا، الحمد لله رقم كبير بزاف، اليوم كيتشافوا لينا 396، اكثر من الناس اللي مرضوا، رقم مزيان الحمد لله والشكر لله. العدد ديال الناس اللي كيتشافى راه كيوصل 9725، قراب ل 10000. للاسف كيتوفاو ثلاثه الناس الله يرحمهم الله يوسع عليهم، العدد الاجمالي كيرتفع وكيوصل 235. وكذلك الناس اللي كتاخذ العلاج دابا حاليا في المغرب راهم 4255. توزيع ديال هاد الحالات يا اخوان لحد الان، وكيف ما يعني الموقع ديال هيسبريس اللي كان كينشر لنا يعني هاد الماب اللي كيقول لنا شحال عدد، مؤخرا ولا كيتاخر في نشر هاد الارقام، لذلك ما كاينينش دبايا. نتمنى انو الفيديو تكونوا استفدتوا منه، تهلاو ليا في ريوسكم، ما تبخلوش علينا بلايك وبالتعاليق. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.